السلام عليكم، معكم أخوكم بسام الشماع من المتحف المصري بالتحرير. وبسام في المتحف النهاردة عايز أعرفكم على إيه نفر. هذا الرجل الجميل كان أمير، وكان أيضا ابن لملك شهير جدا اسمه الملك سنفرو، صاحب الهرم المنحني والهرم الأحمر وأهرامات تانية. سنفرو كان معروف إن هو الملك الطيب، وكان محبوب جدا حتى بعد ما مات بكتير جدا. المقبرة بتاعة إيه نفر الراجل الجميل والأمير الجميل اللي أنا واقف جنبيه ده كانت موجودة في منطقة دهشور، يعني جنب باباه، يعني جنب الأهرامات بتاعة باباه. خدوا بالكم أيضا إن إيه نفر ده كان أخو مين؟ كان أخو خوفو. تخيلوا بقى، ده كان أخو خوفو الملك الشهير صاحب أكبر هرم في مصر. من الممكن بسهولة نشوف الهيروغليفي التحفة اللي كان موجود في المقبرة، ونقرأ كمان اسم المدعو البرنس إيه نفر. شكرا، كان معاكم بسام من المتحف المصري بتحرير.